مبلغ مليار طار، وين طار؟ أنا وحيات الله، من المليار ما أخذ غير 8000. والباقي وين طار؟ اسألي رئيسة القسم، ما هي المسؤولة عنا. رئيسة القسم، المتهمة رئيسة القسم. نعم حضرة القاضي. في مليار طار، وين طار؟ يا حضرة القاضي، وحيات ولادي، أنا من المليار أخذت 12000 بس. والباقي وين طار؟ بدك تسألي رئيس الدائرة. رئيس الدائرة، المتهم رئيس الدائرة. نعم حضرة القاضي. وين طار المليار؟ برحمة أمي وبيي، أنا من المليار بس أخذ 15000. والباقي؟ والباقي اسألي المدير العام. مدير العام، المتهم المدير العام. رئيستنا القاضي، من الآخر أنا أخذ من المليار 25000، والله العظيم 25000 بس. يعني هلا كل اللي أخدينه أنتو بيطلع 60000، وباقي من المليار 900,940,000، والمبلغ الباقي المذهل الهائل وين طار؟ اسألي معالي الوزير. شو؟ معالي الوزير؟ ايه نعم. معالي الوزير؟ المتهم معالي الوزير؟ ايه نعم. لقد قررنا حفظ الملف لعدم كفاية الدليل. الله معكم.